يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي. مشاهدينا الكرام مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما تواجدتم واينما كنتم. قناه الهداف تحييكم وتجمعكم في حصتكم، حصه ايكو في موسمها الرابع. اليوم رانا مع موعد مع المواجهه النهائيه، مواجهه بقيمه 1,500,000 دينار جزائري، مواجهه بمبلغ 150 مليون سنتيم. راح تجمع اليوم بين فريق من الشرق الجزائري وفريق ام البواقي وبين فريق جزائر العاصمه. راح نستقبلهم الان حصريا على قناه الهداف تحت صفقات الجمهور الحاضر معنا. حسيني ساو فريقك أم البواقي، أمين فريق جزائر العاصمة، مرحبا بكم مجددا. نذكركم ونذكر مشاهدينا الكرام أن مواجهة اليوم راح تلعب على 150 مليون سنتيم، في حين الخاسر راح تهدي جيزي مودام. في الدور النصف النهائي كانوا لاعبين فقط من كل فريق هما اللي نشطوا الدور النصف النهائي، أصحاب الكريات الحمراء هما اللي اختارهم الحظ باش ينشطوا الدور النصف النهائي. أما اليوم في الدور النهائي راح ينشطوا لاعب من كل فريق فقط وهما أصحاب الكريات السوداء في النصف النهائي. فرحت بصح وشنو طح عليا كلش، حسيت روحي انا نتحمل المسؤوليه تاع اصحابي تاع جاني ستريس شويه هكذا، قلت تما نلعب وحدي كباب نخسر اصحابي يزعفوا كباب هكا. جيتي با سوربري يعني، خميت فيها امس، جاتني نورمال، جاتني حاجه جاتني عاديه. ابقى معايا ماسينيسا وامين، زملائهم التحقوا بالمدرجات. ماسينيسا جاهز اليوم؟ جاهز. نعم. أمين جاهز؟ جاهز سيدي، مجهز. arm to arm. نحس بضغط، ماشي ضغط عادي، ماشي باغ اكزومبل ضغط تاع دومي فينال كيما تاع النهائي. ضغط وحده يعني انك قادر تخسر مباراة واحدة هي الحاسمة بينك، عندك 90 دقيقة تحسم لك بينك وبين الخصم نتاعك. لازم يعني 0% خطأ و100% هجوم. دوكا انايا باش جيت لهذا التورنوا ما نديرش بالي باللي نخاف من واحد ولا يفاجئني واحد ولا كون داير كونفيونس في روحي. لازم لي يلعب لي تورنوا كيما هادو نصحو بركي نحي غير ستريس بركي، ولا ستريسيت ما تقدرش كاع تلعب، تقدر كيما انا بريمي ماتش شيخي ستريسيت خسرتو ما قدرتش كاع نلعب. تفضلوا. امين قائد فريق جزائر العاصمه، امين واش من الفريق اللي اخترت تلعب به اليوم؟ فريق ريال مدريد. اول مره في الحصه تلعب ريال مدريد؟ اليوم راح تلعب فريقك، ما كاش حجه ما كاش اعضاء ان شاء الله. واش من الخطه تلعب ماسيني؟ امين عفوا. لعب كات اندو اندو. انا عاوت وليت كيما كنت لعب بكري كات اندو اندو مالغري ماشي هي في الفان لي افيكاس مي هي باسكو انا نلعب بها اليز. ماسيني سا. نعم. قائد فريق من البواقي نفس الفريق كالعاده بايرن ميونخ، تشكيله 4-2-3-1 هجوميه بالاحرى، مي كاين تكتيك ثاني اللي راح ندرس به الخطه تاع المنافس تاعي وان شاء الله ربي يوفقنا وخلاص. ان شاء الله ربي يوفق الاحسن ماسينيسا وامين. وجدت روحي مليح للمباراه هذه من الناحيه الهجوميه ومن الناحيه الدفاعيه، بربي ان شاء الله نسجل اهداف بزاف وبربي ان شاء الله نفرحوا الناس ام البواقي. الباحثين عن اللذة اليوم ليلة الملذات، الحارسين عن الرغبة إيكوب تلبي الرغبات، لقاء الجبابرة أم البواقي ضد لقاء رجال العاصمة، لقاء ليفربول بالأحمر والريال بالأخضر، لقاء بين ماسينيسا من أم البواقي قائد أم البواقي وبين أمين قائد لجزائر العاصمة، ليفاندوفسكي الآن الباير بالأحمر كنت نقول الآن ماسي توعد منذ البداية، ماسي باش يقول الأمين أنا مالك عالم كرة القدم في الفيفا
أنا صابت مبارياتي من به صممي، أنا من نظر الأعمى إلى قدمي، هو أمين باش يجاوبوا، أنا أمين باش نهز الملايين ونفرح ونفرح زملائي القاعدين، قاعدين معانا مشاهدينا عبر قناتكم قناة الهداف وحصتكم حصة كيف الموسم الرابع. الآن تياغو، يلا تياغو يا جنابري، لقاء بين أبناء حي البيتونز من أم البواقي، أبناء الدشرة وقهوة حيوتة في أول لقطة. ساكن باب الزوار، تحية لسكان العاصمة وتحية لسكان من البواقي. الكرة الآن تسعة دقائق لعب، ميليتاو ومندي، الريال في مواجهة البايرن، كرة مندي الآن، سيرخيو راموس، جاريث بيل. الجمهور حاضر، حاضر بقوة لمتابعة مؤازرة مساندة إما البايرن والريال. أكثر من 18 شامبيونز ليج وغرضية الميدان، الكرة البايرن اتمتعوا مع الجمهور مشاهدينا الكرام. الكرة الآن باش يحبس الانفاس، باش يحبس الانفاس، باش يحبس الانفاس. يلا 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 يا بابا يا بابا يا بابا، انت بابا يا مسيح، انت بابا البيك مسيح ضد الانتلكتي الامير بيريسيتش. الان كورة عند فيس بيريسيتش، الجمهور اقوى مني، الجمهور افصح مني وابلغ مني، افصح مني بكل اللغات يتحدث بكل لهجات لهجة كرة القدم. الان سجلت الهدف الاول، خلاص تقدمت، اللاعبين في الالغوريتم تاع الجو لو فات كو لو جوار يفوت يماركي خلاص يقدر يزيد يماركي دوزيام وتروازيام والكاتريم، ما يزيدش يراتي. سجل لي هدف الاول، راني الاز لعب الاز، مانيش مقلق كيما مدارين كيسجلوا لي نتقلق، راني الاز وندير اللي عليا باش نعاود نرجع في المباراه. 50 مليون في الجيب يا ماسي، مازال 100، مازال 100 يا ماسي، يلا باش تحافظ على النتيجه وعلى المباراه. امين عنده باش يقول امين امين. فينيسيوس جونيور، فينيسيوس جونيور، اسمر يا اسمراني، اسمر يا اسمراني يا شعلني. الكره الان، التعادل جاي، التعادل جاي، التعادل التعادل. يلا يا امين، يلا يا امين، يلا يا امين. وليدات العاصمه تعادلت في النتيجه والحمد لله، راني فرحان ان شاء الله نزيد الهدف ثاني. مباراة كامل يعني تحكمت فيها، صارت غلطة دفاعية خلات المنافس نتاعي يسجل لي هدف. واحد مقابل واحد، النهائي يفي بوعوده في 20 دقيقة أولى. اليوم مشاهدينا الكرام ينسى ما سبق اليوم، تنسى النتائج الطويلة والعريضة، اليوم النهائي يلعب تحت التوتر، الأعصاب، الديتاي، سي الديتاي كيف لونسومبل، الديتاي اليوم باش يعمل لونسومبل. على شعار اوي 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 اوي، علي ليفر، علي علي ليفر، الريال ومن البواقي لي روج الاحمر ليفا، كومان كومان ليفا، الثاني جاي، الثاني ماذا ضيع، ماذا ضيع ليفاندوفسكي، ماذا ضيع احسن مهاجم في العالم الان دون منازع. كره المدريج، مودريتش، ميليتاو، ميليتاو، غول غول البيك، غول غول البيك، غول ضد الانتيكتيال، ضد الشار مؤمن. سيفصل في هذه اللقطة، من سيفصل في هذه الكرة؟ الكرة غدارة 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 وركنية، ركنية مشاهدينا الكرام. توزيعة ركنية، ركنية ثانية، يمكن توزيعة مرة أخرى، توزيعة مرة أخرى، تحت التوتر، تحت الأعصاب، الأعصاب مشدودة، الضغط يزيد، التوتر يزيد، الدورة الدموية تدور. أجنابري الآن، أجنابري، 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 الثاني كورتوا عامله، يتعامله يتعامله كورتوا في الدقيقة. الآن أجنابري، يلا يا أجنابري، يلا يا أجنابري، زاهين وزاهم البواقي، زاهين وزاهم البواقي، على با على با، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الثاني 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 الثاني، ما هذا الحظ العاثر؟ ما هذا الحظ العاثر؟ ركز ركز يا ماسي، ركز، أخطيك من زملائك يا
ماسي ركز في المباراة باش تجيب هاي البيك باش تجيب هاي الغول. لكن أمين عنده كلام آخر، الريال عنده كلام آخر، الجزائر العاصمة عندها كلام آخر. نذكر مشاهدين الكرام نلعب اليوم مواجهة نهائية من مباراة واحدة بين أمين من العاصمة وماسي من الباقي. يلا يا أمين، ذكر مشاهدين الكرام أن المباراة النهائية تلعب بمباراة واحدة، يعني مصير أو أمين واحد فيهم باش يهز 150 مليون. لمن ستكون 150 مليون؟ لمن ستكون 150 مليون؟ موت عليها يا مصير، استشهد عليها اليوم يا أمين. يلا يلا مباراة 150 مليون. فينيسيوس جونيور، فينيسيوس استرجع من الأباء، كرة الأباء، بيريسيج بيريسيج. كل واحد كل قائد يقول يا ليتني لم العب النهائي، يا ليتني لم العب النهائي، يا ليتني لم اضيع زملائي، يا ليتني لم اضيع 150 مليون. من سيربح 150 مليون؟ ما عندناش مليون واحد، عندنا 150 مليون. ماذا ضيع؟ تسلل، تسلل على البيان. رائع الجمهور، رائع لحد الآن الجمهور، أفصح مني وأبلغ مني لحد الآن الجمهور، أعلى مني بأعلى صوت. لا صوت يعلو فوق صوتي كاب الليلة، لا صوت يعلو فوق صوتي كاب. نشكر كل طاقم كاب. يلا يلا يا فينيسيوس، يلا يا فينيسيوس، مسترجع من البايير. 3 دقائق وقت بدل ضايع، لكن الوقت يضيع الآن، ما كاش الوقت اللي يضيع. كله يلعب، كله يلعب، الكل في الكل، الكل في الكل، الكل في الكل. إني أيوة فاب كل الوعود الليلة، نسي ما سبق، نسيت النتائج العريضة الطويلة. الثاني جاي، الثاني جاي، تأخر من أمير. مشاهدين الكرام، انتهى الشوط الأول بتعادل فريق البواقي فريق جزاء العاصمة المحدد في كل شباك. ماسينيسا ضيعت عدة فرص الشوط الأول. ماسينيسا أنا خايفين تضيع 150 مليون بسبب فرص ضائعة. ماسينيسا بربي إن شاء الله ما تضيعش، خطة هجومية مليحة، مي ما حالفناش الحظ أن نسجلوا برك الأهداف اللي ضيعناهم. إذن الحظ هو اللي حيفصل بيناتكم اليوم إن شاء الله يا ربي. في نهاية الشوط الأول يعني كنت ضيعت بزاف فرص اللي خلتني نتقلق، اللي خلتني يعني دخل لي الشك أني ممكن جدا أني نراتي المباراة. أمين عندك رأي آخر ولا الحظ هو اللي حيفصل؟ الحظ بالك هو اللي حيفصل. أمين كاين دي شونجمون ولا ما كاش؟ كان شونجمون تاكتيك. انا كنت بالعاني نلعب نديفوندي، نقعد غير نديفوندي باش نقرا اللعب تاعو برك، ومن بعد نفوت نقرا اللعب تاعو وان شاء الله نسي نلعب اللعب تاعي. عوده مجدده مشاهدينا الكرام، عوده للقاء 150 مليون سنتيم. حصتنا ما تقدمش مليون، حصتنا مش حصه من سيربح المليون، حصتنا من سيربح 150 مليون. الان سيلعبان بتحفظ، انه النهائي يا ساده، النهائي، النهائي، النهائي لا يلعب، النهائي تفوز به، تفوز به، تفوز به. الثاني، الثاني من الرياض. ماذا ضيع امين؟ نهاري يا امين. الان ركنيه ملوكا مودريتش الكرواتي، يريد لعبه صغيره، يريد لعبه صغيره. ليه نوير حاضر، حاضر نوير بلا نواظر، حاضر يشوف كل شيء. نوير، نوير كانه حط معاه شو مخير، كانه حط تيجر شتيجان، كانه حط معاه كار. هذا حارس باربعة حرات، لكن جنابري، جنابري له كلام اخر، ليفا عنده كلام اخر. يلا يا ليفا، يلا يا ليفا. فاران برشا توتر، برشا توتر. نيفو كبير، نيفو كبير، إكيليبر، برشا إكيليبر بين الريال والبايير، برشا إكيليبر بينهم البواقي وجزائر العاصمة. يلا يلا يا مندي، كورة ناحية مودريتش، 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 رائعة كورة نادي نزار. تسلل ما فيش، تسلل ما كاش، تسلل ما كاش. تسيطر الريال في 3 دقائق، كورة ميليتاو، ميليتاو، ميليتاو تياغو. باش يندم، اللي يخسر باش يندم. ياخذ 150 مليون ينغادر بمدام للدار. يلا الكونيكسيون كاينه مع جيزي، كاين كلش، كاين بيس ايزي وكاين مدام حاضر وواجد يخدموا طاقم الحصه. تقدموا جيزي، داني كارفاخال، داني كارفاخال، متعه كانها كره قدم واقعيه، ليست افتراضيه، ليست افتراضيه. تحبس الانفاس، تحبس الانفاس، يزيد الضغط، يزيد الضغط.
الضغط التوتر يلا يا امين باش تطلع السكر اصحابك لا تنسيون اليوم الان اتنسيون الان اتنسيون الان مودريتش مودريتش الثاني الثاني سجلت الهدف الثاني الحمد لله يا ربي راني فرحان الحمد لله يا ربي ان شاء الله نشد في المباراه ونكمل هكذا هدف جميل الان ينصح فيه وليد يقول له اغلقها اغلقها بالدوبليسيس تياغو غنابري ليفا غاريث بيل كارفاخال من حقك تدلل يا كارفاخال تدلل تدلل يا امين تدلل 150 مليون فاللاعب امين 150 مليون فاللاعب امين تدلل برشا تدلل يا ما تدلل تدلل يا ابن العاصمه تدلل اعطيه الثالث جاي الثالث جاي امين 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 اكسب ثقه امين اكسب ثقه الثالث ضاع ضاع الثالث ضاع المباراه تعيط لهم البواغي الكره عند كومان كومان الاسمر اسمر اسمراني غنابري استرجع من الرياض فينيسيوس جونيور الان فالفيردي مرة أخرى الريال الآن يسيطر يريد الاستحواذ يريد التيكي تاكا يريد أن يستلف التيكي تاكا من الغريم برشلونة باش يسيطر باش يستحوذ من حقك يا أمين من حقك يا أمين مباراة ب 150 مليون مباراة ب 150 مليون أعطيني 150 مليون أعطيهم المنشط وتشوفني كيفاش راح نلعب راح نلعب 20 اللور مش 10 فقط الكرة الآن لليفا ليفا ليفا ركنية أغلقها يا أمين أغلقها بالدبلوسيس الآن الباير الباير عنده كلام آخر ديفيتش 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 مش ممكن مش ممكن تأخر برشا تأخر برشا تأخر ليفا 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 فرحة كبيرة خلاص رجعنا في لاكورس بربي بربي ماسي معروف بالدقائق الأخيرة بربي يزيد لنا بيت إن شاء الله الحمد لله ماسي قدر باش يعد النتيجة وكانت عندي ثقة باللي راح يعد النتيجة ويضيف أهداف أخرى ويربح المباراة قم لي راطيون كيسي في فيفا هذه يعدلني النتيجة إن شاء الله نعاود نحكم برك روحي باسكو يعني تبرتر بيتش وياه إن شاء الله نعاود نحكم لاعبي برك هذا ما كان مازال الوقت انكيسي ان بوت ني جامي مال بريمير ميطون امين انكيسا هو الاول وعاد في المباراه مازال عندي ثقه في امين اليوم الكل تبحبح الجمهور تبحبح والمنشط تبحبح جيبوا لنا العسل هات العسل يا شريف ويا رضوان لا نعلق على مباراه قادمه دون عسل باش نقول لكم ونهددكم على قناه الهداف جيبوا لنا العسل الصوت يذبح الكره ميليتار راموس راموس نعرف ان شريف عنده عسل السدره ورضوان الكاليتوس وانا انفضلهم الاثنين الان اثنين مقابل اثنين هي نتيجه المباراه كومان 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 ديفيدز كومان ديفيدز الثالث 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 ماذا ضيع ماذا ضيع ضيع ال 150 مليون ضيع ال 150 مليون كره المدريج مدريج مدريج ما كاش تسلل ما كاش تسلل تسلل الان الكره عند الباير كيميتش إذا جاء الهدف في هذه اللحظات باش تحبس الأنفاس سيحبس قلب سيحبس قلب من سيحبس قلب من قلب الجزائر العاصمة في هذه اللقطة الآن من البوغي الثالث 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 ضاع الثالث ضاع الثالث فرصة للريال الريال الآن غاريث بيل الآن غاريث بيل الآن غاريث بيل الآن فالفيردي الآن أولاد العاصمة أولاد الجزائر أولاد الجزائر كنا أولاد الجزائر كنا أولاد الجزائر بيل 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 الحكم يطلب خطأ بيل يقول لا يقول الأفضلية عندي 55 سامي خويا معليش مودريتش هازار مودريتش مرة أخرى غنابري فيريسيتش فيريسيتش غنابري الدقائق الأخيرة الدقائق الأخيرة يا سادة يا كرام سيحبس نفس من سيحبس نفس من فالفيردي باش تحبس انفاسنا باش يحبس خلفنا السكر جاي لا تنسيون جايه الثالث الثالث 150 مليون ستلعب رسميا وحصريا بضربات الجزاء هيا
انا رايحين للشوطين الاضافيين ان شاء الله نعاود نبدل تكتيك نعاود نزقم روحي نعاود نحكم روحي نريح شويه نروبوزي شويه وان شاء الله نفوز في المباراه. درت اللي عليا خرجت فاصافاس تيريت راطيت بزاف اهداف نقول الحظ ما حالفنيش اني نسجل بزاف اهداف ونصنع الفارق بيني وبين المنافس بربي ان شاء الله نفوزوا بهذا لا سيزون. بجوار الكاس بجوار اغلى كاس اعلق على الاشواط الاضافيه الاشواط الاضافيه لم تظهر منذ بدايه البرنامج لكن بصفه استثنائيه تظهر في النهائي باش ما نحرموش الفريقين من متعه اللعب من متعه البحث على 150 مليون الان امام الكاس امام الكاس مانيش لاباس من سيهز الكاس شكون ياخذها ولد باب الواد ولا واد الفيتونز الكره عند باب الواد الان الكره عند الاخضر الكره عند الاخضر تياغو تياغو باللون الاحمر الان الان الباير يبحث يبحث عن الثالث الباير يلا يا ربا 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 تعبان ربا تعبان لكن يوزع وزع ماذا ضيع ماذا ضيع الباير كره للرياض الان نصف ساعه اخرى مشاهدينا الكرام ستجمعنا واياكم في حصه كاب في موسمها الرابع باش تفصل هويه الفايل بحصه كاب في موسمها الرابع الكره تياغو الثالث مسي بالكوب يلا يا مسي باش تهز لكوب يلا يا مسي بصحتك يا البيك بصحتك يا الغور شامبيوني شامبيوني كومبيوني ديلي كوب اي كوب في موسمها الرابع. درت تغيير دخلت كوتينيو في بلاصه غنابري هذا اللاعب افيكاس بزاف سجلت به هدف ثالث وفقني ربي سبحانه درك تحتم عليا لازم نغير في التكتيك وفي طريقه اللعب تاعي حتى نكمل المباراه. كنت رابح لعبت مليح بديت مليح دخلت رابح لي يعرف فيفا يفهم باللي كي تكون رابح شغل تبدا تافونتاجي في لادفيرسير ما فهمتش كيفاش يتحلوا لا تحلت لي لا ديفونس وحدها ماركالي من بعد كيف كيف شغل كي زاد ماركالي زدت قلقت شويه ان شاء الله نعدل ولا كفاني الوقت ان شاء الله نزيد الهدف الرابع ولا ما كفانيش الوقت معليش راح ضرب الترجيح نزيد تكون عندي شانس واحده اخرى. ميليتاو الكره الميليتاو اسينسيو اطلب الكره اسينسيو ميليتاو ميليتاو اسينسيو ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل برشا توتر برشا ضغط كومان كومان ما نرتاحش الليله ما نرتاحش لانها اخر ليله لانها اخر مباراه في المواجهه لكن صاحب النهائي باش تنتظر مفاجاه سيلعب في الحلقات القادمه ضد فريق الرعب سيلعب ضد فريق الرعب باش ما نفصحوش عنده اليوم باش ما نفصحوش عليه اليوم راح تكتشفوه مشاهدينا الكرام عبر قناه الهداف وحصتكم ايكاب في الحلقات القادمه ان شاء الله يلا سنسيو يلا جيب التعادل جيب التعادل كلاكما تستحقان الفوز الليله كلاكما تستحقان من الظلم ان يخسر احد الفريقين من الظلم خطا او نهايه الشوط الاول الاضافي بين ماسي وامير. ربع ساعة أخيرة مشاهدينا الكرام ستضحك لمن ستبتسم لمن من سيفوز بالمباراة النهائية من سيفوز المرينج الريال باللون الأخضر امباير منشن الأحمر الكرة مازال الكرة غدارة الكرة غدارة 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 غدارة, غدارة. لكن نوير نوير يقول له نوير يقول له ما دريتش بالغدرة في مضرب الأمان على طريقة الدحمان الحراشي رحمه الله الكرة الآن قلتلك ما دريتش بالغدرة في مضرب الأمان لكن كوتينو كوتينو يقول له هدي هدي ما تحدي هدي يا كومان كوتينو فيليب كوتينو اطلب الكرة على اليمين جيبها على اليمين هزها على اليمين كوتينو كوتينو ناحية كوتينو الرابع الرابع ضاع الرابع ضاع وال 150 مليون لا زالت لم تضع لحد الآن كورتوا كورتوا طويلة 112 دقيقة 112 دقيقة ثم دقائق تفصلنا عن نهاية أحلى موسم من إيكاب موسم الرابع الكرة الآن توليسو كومان أرجع لورا أرجع إياك أن تختار إياك يا هرنانديز إياك يا لبا سيطر على المباراة سيطر بالطول بالعرض حقيقة فريق من البواقي قدم قدم أداء مقنع ممتع ومبدع في طيلة حلقات طيلة حلقات الموسم الرابع من إيكاب متعنا جمهور الهداف إذا زاد الرابع باش يفصل المباراة باش تتهنى المباراة لكن الريال مازال الريال مازال خمس دقائق أخيرة طالما فاز الفرق في خمس دقائق أخيرة الألمان متعودين الإسبان أيضا كذلك كلاهما فريقين كبار الريال أكبر فريق في تاريخ الكرة المستديرة ضد البايرن
احلام البايرن قد تتبدد، احلام البايرن قد تضيع في هذه اللقطه. يلا يا زار، يلا يا زار، يلا من اجل التعادل، يلا يا زار، يلا صوتي راح، صوتي راح، صوتي راح، صوتي راح، صوتي راح، صوتي راح، وال150 مليون راحت على فريق الجزائر العاصمه. بيرسيج الان، بيرسيج الان، مشاهدينا الكرام مبروك مبروك، الف مبروك، فيليسيتاسيون، كونغراتيليشن تو بايرن ميونخ. يلا يا البايرن، يلا يا البايرن، يلا يا البايرن، مبروك عليك، مبروك عليك يا البايرن، مبروك من البواقي، مبروك المبروك، الجمهور اتمتعوا مع الجمهور مشاهدينا الكرام. لا ضيع الرابع لكنه هز الكاس وال150 مليون. مبروك 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 مبروك. نهديها كامل صحابي، سيرتو 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 ميسو خيرو تيفا، تيفا أولهم يعني باشير باسكو هو اللي انسكريفاني، حسام صاحبي، إيهاب، حسام خويا، يوسف، دار تاعنا كامل ناس حيوتها، ربي يحفظكم إن شاء الله والحمد لله. الله غالب، هذه هي فيفا، هذه هي اللعبة، وفيها خاسر وفيها رابح. اللي راطي يوم كيسي قلتها لكم يعطيهم الصحة، ويعطيهم الصحة اللي داروا لنا التورنوا هذه، وربي يحفظكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام كما تابعنا مع بعض، كانت نهاية المواجهة النهائية بين فريقي الجزائر العاصمة وفريق أم البواقي بتفوق مستحق عن جدارة وعن استحقاق. فريق أمتع وأبدع وأقنع في هذا الدورة وفي حصة إيكا في موسم رابع هو فريق أم البواقي. فيليسيتاسيون فريق أم البواقي، هارد لك فريق الجزائر العاصمة فريق الوصيف، ألف مبروك ماسينيسا. ماسينيسا وش هو الشعور الآن؟ لعبت مبارتين فقط أنت في هذا الدور، مباراة الأولى ومباراة النهائية وديت 150 مليون. والله شعور رائع، يعني أنك تمثل ولايتك، تمثل أبناء الحي تاعك، تمثل لاصال جو اللي كنت تلعب فيها كي كنت صغير، أنك تجيب لهم أن تروفي كيما هكذا تاع إيكاب، حاجة كبيرة لي أنا يا بالنسبة لي. إيزي اليوم كانت ممول رسمي للحصة باش تمنحكم 150 مليون سنتيم، وش رأيك على الدين؟ كيفاش حتقسموهم على الدين؟ تساوي، قسموهم تساوي. رضا ديت حقك ولا؟ انا اديت حقي، سي بون انا كاني مدي حقي بلا هذيك، الحمد لله. هاي يعطيكم الصحه. سهر طاقم الحصه باش يقدمهم، باش يقدم لهم جائزه 150 مليون سنتيم، راح يقدمها لهم الان ريفكا تحت تصفيقات الجمهور. مرحبا بك ريفكا. صح صح ليكم فيتي ولاكم شابين، واش تحطها ماسي شابه، بس انا عندي عفسه شابه عليها، 150 مليون. صح 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 مقبول. علاش؟ لازم تربحوا صح صح إيزي صح صح أنا ستانلي مراد، وجبنا لكم مام نهلة. أوكي. صح تقبلوا التحدي؟ نقبل التحدي. السلام عليكم. وعليكم. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في عدد غد إن شاء الله في مواجهة مثيرة وحاسمة بين فريق الرعب فريق إيزي اللي يقودوا ريفكا، والفريق الفائز بهذه الدورة. اسمح لي اسمح، ماشي ريفكا، ريفكا ريفكا أخو خلد. صح الكي جبه لقى ريفكا. خلاص كما اسمح لي نعاود من الأول. خلاص مليحة يعطيك الصحة ريفكا. إذا قلت مشاهدينا الكرام انتظرونا غدا إن شاء الله بين فريق إيزي وفريق أم البواقي. سلام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي.